أود بدوري أن أشكر الرئيس السيسي على استضافة مؤتمر القمة الرابع لليونان مصر وقبرص، وأود أن أكرر في بداية تصريحاتي أن هذا التعاون بالنسبة لليونان فهو اختيار استراتيجي، اختيار استراتيجي من أجل الدفع بالسلام بالأمن والاستقرار والتنمية المشتركة في هذا المنطقة الحساسة. إن البحر المتوسط هو بحر يربط ويوحد بيننا، وهو بحر قد أدى إلى ظهور أهم الحضارات التي لعبت دورا هاما في تراثنا الثقافي العالمي، وفي ذات الوقت كانت وما زال البحر الذي يجمع كثير من الأزمات الدولية ونذكر منها في مجالات الأمن والهجرة. لذلك فإن الدول المنطقة التي نتطلع إلى استقرار ورخاء شعوبنا علينا أن نتعاون من أجل مواجهة هذه التحديات. وفي إطار هذه الفكرة فإننا نقترح نموذج للتعاون باستثمار واستغلال موقعنا الاستراتيجي في مشترك طرق ثلاث قارات. في مجال الطاقة قد تحدثنا اليوم على ضرورة تعميق التعاون فيما بيننا ونقل الغاز الطبيعي من حقول في مصر وقبرص إلى أوروبا، وأيضا تحدثنا عن ترسيم مناطق الاقتصادية الخالصة فيما بيننا، وقد تحدثنا في ذات الوقت عن التعاون في المجال الهام لتنمية مصادر الطاقة المتجددة، وقد قررنا بشكل مشترك على عقد لقاءات دورية بين وزرائنا المعنيين. لقد تبنينا تصريح مشترك من أجل حماية البيئة وأيضا من أجل التعاون في مجال النقل البحري وتنمية الموانئ. لقد تحدثنا وناقشنا على إمكانية مزاولة نشاط شركات من بلادنا في هذا المجال، وأيضا نمو متزايد بين بلادنا. أيضا قد تحدثنا عن الإمكانيات الرائعة في مجال السياحة وأيضا في مجال شبكات النقل والمواصلات، وكذلك التعاون فيما بيننا في مجال نقل المعرفة التقنية لإنشاء وصيانة شبكات الطرق وسلامة الطرق. وقد تحدثنا عن التعاون في مجال الابتكارات والمعلومات والتكنولوجيا والمؤسسات التعليمية. وكما استمعتم من المتحدثين السابقين، خصص جزء كبير من المناقشات للحوار حول التطورات الإقليمية وضرورة التنسيق فيما بيننا في موضوعات الأمن، وأيضا التعاون من أجل الدفع بمواقفنا في محافل دولية مختلفة في إطار حدة التوتر ذات الأشكال المتعددة في منطقتنا. قد أكدنا على ضرورة احترام القانون الدولي واحترام مبدأ حسن الجوار من أجل تنمية العلاقات بين بلادنا ومنطقة شرق البحر المتوسط. اسمحوا لي أن أؤكد على النقطة في المرحلة الأخيرة،
فإنه من المزعج أن نستمع إلى أصوات من منطقتنا تتجه إلى الاتجاه المخالف وتقوم بالتشكيك في اتفاقيات تاريخية دولية. أعتقد أن الرد على مثل هذا التشكيك يجب أن يكون مشترك واضح جدا وثابت من ناحية المجتمع الدولي وأيضا من جانب الدول المجاورة التي لديها هدف واحد وهو الحفاظ على الاستقرار والتعاون في المنطقة. إن احترام القانون الدولي شيء بديهي لضمان الاستقرار في منطقتنا، وأيضا فهو الأساس الوحيد لتنمية علاقات التعاون والصداقة بين البلاد. من الضروري إيجاد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط هو إيجاد حل عادل للقضية القبرصية تعتمد على قرارات منظمة الأمم المتحدة، وبالطبع يكون حل لا يمكن أن يتضمن الحفاظ والإبقاء على قوات احتلال في قبرص. يكون حل لا يتضمن ضمانات من جانب ما، ولكن يكون لصالح جميع الشعب القبرصي أننا ندعم المفاوضات التي تتم في هذه المرحلة الصعبة وندعم هذا الجهد الهام الذي نشهده الآن. وكما أكدنا خلال مؤتمر قمة دول البحر المتوسط الأوروبية في أثينا في أواخر أغسطس، فإنه في مجتمع دولي بهذا الشكل فإن الأمن يعتمد على التعاون ولا يعتمد على الانعزالية أو القيام بمبادرات فردية، وإن أمن أوروبا يعتمد، وهذا شيء يتم إدراكه بشكل أكبر من أي وقت مدى، اعتماد أوروبا أمنها يعتمد على أمن الدول المجاورة، والأمن يعتمد أيضا على تعاونها مع مصر. ولهذا فإن التفاوض وتبادل المشاورات بين الاتحاد الأوروبي ومصر هام جدا وضروري. لقد اتفقنا اليوم على ضرورة وضع استراتيجية إقليمية لمواجهة تدفقات المهاجرين، ويتم من خلالها مواجهة نقاط عبور المهربين في مناطق مختلفة من البحر المتوسط إلى أوروبا، وإيجاد إطار للوصول بشكل شرعي. وطبعا تحدثنا عن ضرورة إيجاد حل وإنهاء المشكلة في سوريا، وكما وأيضا تحدثنا عن الوضع في ليبيا ومكافحة الإرهاب وجذور وأسباب الإرهاب. لقد قررنا ضرورة حل القضية الفلسطينية، وأكدنا على ضرورة البدء في مفاوضات تتميز بالصدق تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية على أساس حدود 1967 وعاصمتها تكون القدس الشرقية. قبل أن نبدأ هذا اللقاء قمنا بمبادرة رمزية، زرعنا 3 أشجار للزيتون. أعتقد أنه في المستقبل القريب
آلاف الأشجار سوف تزرع في سيناء، في جبل سيناء، وأعتقد أن هذه الأشجار تنم عن التزامنا، ترمز إلى ضرورة استمرار توجهاتنا وتعاوننا. إذن أود أن أشكر بحرارة فخامة الرئيس السيسي وفخامة الرئيس أناستاسيادس على هذا اللقاء والنقاش البناء، وأنني على يقين أن مثل الأشجار التي زرعناها فإن علاقاتنا سوف تثمر من أجل الاستقرار والسلام والنمو في منطقة شرق البحر المتوسط. شكرا جزيلا. اسمحوا لي مرة ثانية أن أنا أرحب بكم.